أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول جهود الدولة لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة لتطوير عدد من القطاعات المختلفة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستعرض التقرير أهم الإنجازات في قطاع الصحة، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة، منها 50 مستشفى و 154 مركزا ووحدة صحية. كما تم إجراء الكشف على 756,000 مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضا إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.